أهلا بكم مشاهدينا. عرفت النسخة 11 من مهرجان الوركشوب الدولي للفيلم القصير مشاركة معتبرة محلية وعربية وعالمية، وقد عكست العروض السينمائية المقدمة الرغبة في تطوير الأعمال السينمائية وملامستها للواقع لواقع مجتمعنا. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع نناقشه الليلة في المحورين التاليين: ما حجم المشاركة الوطنية والدولية في مهرجان الوركشوب للفيلم القصير؟ ما طبيعة الأعمال السينمائية المعروضة وما مدى ملامستها للواقع المحلي والعربي؟ وقبل الدخول في نقاش هذا الموضوع نتابع العنصر التمهيدي ثم نعود. نحو 40 فيلما محليا ودوليا تضمنتها عروض مهرجان الوركشوب الدولي للفيلم القصير في دورته 11. وبمناسبة هذه النسخة تحدث المنظمون عن مرحلة جديدة أطلقوا عليها مرحلة النضج بالنسبة للمهرجان، حيث وصل العالمية بالنظر لحجم المشاركة والاستقطاب على مدى أسبوع. في هذا المهرجان كان التنافس قويا ودارت الأحداث بشكل متلاحق، أكملت فيه لوحات العروض ما غيبته المسافات، وأسعفت ذاكرة المتابع بالجديد من الأفلام القصيرة المحلية والعربية والإفريقية والعالمية التي غاصت في الواقع وحملت رسائل الأفراح والأتراح بتعبير قرب الصورة وقربته بإخراج على مقاسات الواقع من كل بلد أراد المهتمون من أبنائه بالأعمال السينمائية نقل واقعه إلى وقائع مهرجان الوركشوب الدولي للفيلم القصير. إذن أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى دكتورة. أولا، ما حجم المشاركة الوطنية والدولية في مهرجان الوركشوب للفيلم القصير؟ شكرا لكم على هذه الفرصة. حجم أولا هذا المهرجان يمثل وجود فعلي لخريطة لمهرجان وطني ودولي في خريطة السينما العالمية، لأن على الأقل بلادنا التي أنجبت سينمائيين مشهورين جدا على شكل عبد الرحمن سيساكو وميد هندو وغيرهم أصبح لديها اليوم هذا المهرجان الذي يعبر عن أهمية هذه السينما في بلادنا. إذن في هذا المهرجان لدينا في هذه الدورة أكثر من 25 فيلم قصير تسابقا لنيل الجائزة الأولى، والجائزة الأولى هذه السنة اسمها رأس عامة، دونك أردنا أن نؤصل لها وأن نحاول أن تأخذ طابعا اجتماعيا موريتانيا نصيح بالفعل أن تأخذ هذا الطابع الموريتاني. إذا هناك 25 فيلم تنافست على الجائزة الأولى بالنسبة للمسابقة الوطنية، فاز منها فيلم سوري بالجائزة الأولى، والجزء الجائزة الثانية تقاسمها فيلم ليبي وفيلم تم إنتاجه بالسنغال، ثم في الأخير فيلم فرنسي. المشاركة الوطنية هامة هذه السنة بالنظر إلى أن عدد الأفلام الوطنية يشكل 15 فيلم وطني. ما يميز هذه الدورة أن هذه 15 فيلم وطني تم إنتاجها بدعم قليل من دار السينمائيين التي تنتج هذا المهرجان. خلال السنوات الماضية كانت دار السينمائيين تمول إنتاج هذه الأفلام، في هذه السنة غالب الأفلام تم إنتاجها بدون اللجوء إلى دار السينمائيين، وهذا يمكن أن نفهمه بأن المهرجان بلغ دورته العاشرة وبالتالي لم يعد بحاجة، أي أن الأجيال السينمائية التي تخرجت من دار السينما بلغت سن الفطام ولم تعد بحاجة إلى هذا الدعم. إذن المهرجان بهذه المشاركة الوطنية، طبيعة الأعمال السينمائية المعروضة، هذه الأعمال المعروضة في هذا المهرجان تقريبا بالنسبة للأفلام الوطنية تناولت كل القضايا الوطنية، من قضايا الوحدة الوطنية، من قضايا الاجتماعية المتعددة. جيد دكتور، عفوا على المقاطعة، هذا يقودنا إلى سؤال: ما تقييمكم للأعمال المقدمة، الأعمال السينمائية المقدمة خلال المهرجان؟
جيد. بالنسبة لأعمال التقييم للأعمال المقدمة بالنسبة للأفلام الوطنية، لدينا صنفين من الأفلام الوطنية. لدينا أفلام وطنية أنتجها هواة محليون بإمكانيات محدودة، ولدينا أفلام وطنية محترفة أنتجها سينمائيون موريتانيون محترفون في المهجر. وهنا هناك هذا التباين ما بين السينما أو الفيديو المحلية المنتجة محليا والسينما المحترفة التي أنتجت في المهجر. وهذا يطرح إشكال خصوصا بالنسبة للتقييم، لأنه لا يمكن أن توجد هناك مسابقة وطنية تحاول أن تقيم نفس الصفين السينمائيين، رغم أن الإمكانيات ليست واحدة والتكوين ليس واحد والتمكن من التقنيات السينمائية ليس واحد. إذن إجمالا هذا ما يجعلنا أمام مسابقة وطنية توجد فيها سلة واحدة تجمع الأفلام المحترفة والأفلام الهاوية. إذن كما قلت آنفا، هذه الأفلام تناولت كل المواضيع المتعددة، من قضايا وحدة وطنية، من قضايا حتى الزيجات المتعددة بين الفئات الموريتانية. لدينا فيلمان يطرحان هذه المسألة، لدينا بعض الأفلام التي تناولت قضايا اجتماعية متعددة على شكل الاغتصاب وقضايا الاجتماعية الأخرى. إذن كانت في مجملها تركز على القضايا الاجتماعية الموريتانية غالبا في القضايا الاجتماعية، وهناك بعض الأفلام الوثائقية التي تحدثت عن بعض المسائل الأخرى غير اجتماعية. جيد، ما مستوى تعاطي الجمهور السينمائي مع طبيعة هذه المواد السينمائية في هذه النسخة؟ أعتقد أن جمهور نواكشوط هو جمهور سينمائي الذي يعرف نواكشوط منذ 20 سنة. كانت لدينا كثير من القاعات في مدينتنا هذه، من لا يتذكر سينما المونة وسينما الوزيز وسينما الأنصار وسينما الفتح وسينما ميناء الفن. بطبيعة الحال هذه السينمات لم تعد موجودة اليوم نتيجة لعدد من العوامل التي يضيق الوقت عن حصرها. لكن جمهور نواكشوط بطبيعته هناك جمهور سينمائي كبير، وهذا الجمهور السينمائي الكبير تفاعل كثيرا مع كل هذه النسخ، لأن في فضاء التنوع الثقافي الذي يأوي هذا المهرجان في كل ليلة يكون عدد الجماهير كبير جدا، وغالب هذا الجمهور بطبيعة الحال هو من الشباب الذي يحب هذا الفن. جيد، كيف ينظر المختصون السينمائيون إلى مستوى الأفلام الموريتانية في هذا المهرجان؟ ربما المختصون الذين أتوا للمشاركة من الخارج في هذا المهرجان أو المختصون هنا في موريتانيا؟ هذا سؤال جيد جدا، لأنه بالنسبة كما سبق وأن ذكرت لكم أن السينما الأفلام المشاركة فيها صنفين، هناك صنف فيها اختلاف محترف وهناك صنف هاوي، وهذا التعدد في التصنيف هو الذي يجعلنا أمام مسألة يهتم بها المختص السينمائي. لماذا؟ لأنه عادة نحن لدينا سينما موريتانية ذات شهرة عالمية لكنها نشأت في المهجر. عندما نذكر أفلام عبد الرحمن سيساكو وميد هندو وكل الأجيال التي الآن تنتج أفلام في أوروبا، ولدينا تجربة محلية، هذه التجربة هي التي يعبر عنها هذا المهرجان والتي يعبر عنها دار السينما الجهة المنظمة لهذا المهرجان. إذن أنا أعتقد جيد أن نحن سنقيمهم كل على حدة، الناشئون أو الهاوون هنا في موريتانيا، وطبعا السينمائيين ربما الذين لديهم تجربة كما ذكرتم في الخارج. إذن القضية كلها تنحصر في قضية الإمكانيات، في قضية التقنيات، لأننا لا أريد أن أستبق السؤال الذي سيأتيني، لكن هناك عوامل أساسية تتحكم في هذا، هو قضية الإمكانيات، قضية التقنيات، قضية التمويل المتاح للإنتاج، والقضايا التي سنتركها لسؤالي اللاحق. جيد، سنتحول إلى المحور الثاني وهو ما طبيعة الأعمال السينمائية المعروضة وما مدى ملامستها للواقع، لواقع المجتمع الموريتاني.
أعتقد لأنني أترأس هذا المهرجان هذه السنة، هذه النسخة لأول مرة، وأنا إن كنت محبا للفن المسرحي والسينمائي فإنني كذلك أبقى أكاديميا، وأعتقد أن الأفلام التي قدمت هذه السنة تمثل مختبرا لدراستي هواجسي واهتماماتي وانتظارات شبابنا، لأن الأفلام المعروضة في المسابقة الوطنية تعكس كل الهم الوطني، كل مشاغل الشباب. وكل هل كانت هنالك ربما أفلام لامست واقع المجتمع ربما العربي ككل؟ بطبيعة الحال الفيلم الفائز بطبيعة الحال هناك الأفلام بالنسبة للأفلام الدولية كذلك تناولت كل القضايا، قضايا الهجرة، قضايا التطرف، قضايا الحروب، قضايا كل القضايا التي يعيشها بلداننا، التي تعيشها عفوا بلداننا في هذه الآونة. إذن إجمالا كما قلت أن المهرجان يمثل مختبرا، لأن السينما هي نوع من الكتابة، فإذا ألف يمكن أن نقارنها بكتاب. المنتج السينمائي والمخرج السينمائي عندما ينتج فيلما فإنه يعالج به قضية بنفس الطريقة التي يعالج بها مؤلف قضية في مكتوب. الفرق الوحيد هو أن السينما يعالج بالصورة، وأن المؤلف يعالج من خلال الأفكار والنظريات والطرح والمقاربات. جيد، إذن كانت العروض والأفلام المعروضة في هذا المهرجان سواء كانت عربية دولية أو هنا محلية كانت بجميعها تلامس الواقع العربي والواقع العالمي. أنا أعتقد أن هذه الأفلام المعروضة في هذه المهرجان عكست على المستوى الوطني الاهتمامات والمشاغل والانتظارات والهواجس والهموم التي يعيشها الناس في الوطن، والتي يعيشها الكون، لأننا ندخل في ثقافة عالمية وثقافة كونية نحن جزء منها في تجلياتها. كانت هنالك أفلام وثائقية من خلال من بين الأفلام المشاركة عربيا ودوليا، أم كانت فقط في الأفلام المحلية؟ كانت في كل الأفلام سواء كانت رواية أم وثائقية، هناك معالجات هامة جدا في كلا الصنفين، إن في السينما الفيكسيون أو كذلك الوثائقية. لا، أنتم ذكرتم قبل قليل أن هنالك أفلام وثائقية كانت مشاركة ولكن من خلال الأفلام المحلية. أنا أسأل هنا، هل هنالك أفلام وثائقية شاركت ليست محلية يعني عربية أو عالمية من خلال الأفلام المشاركة؟ بطبيعة الحال الأفلام التي شاركت في المسابقة الدولية يغلب عليها الطابع الروائي، وهناك عدة أفلام وثائقية لكنها أغلب، في حين أن الأفلام الوطنية يغلب عليها، هناك بعض الأفلام الوثائقية مثلا التي تناولت قضية البيئة، هناك بعض الأفلام الوثائقية التي تناولت قضايا الوحدة الوطنية وما شكل ذلك. جيد، هل من تحديات مطروحة للعمل السينمائي المحلي الوطني؟ أعتقد أن هذه التحديات جمة جدا، لأن هذا المهرجان هو مهرجان تشرف عليه دار السينمائيين، ودار السينمائيين خلال 10 سنوات الماضية قامت بعمل جبار جدا، لأنها صنعت لنا مكانا في خارطة المهرجانات الدولية، وأصبح لدينا مهرجان نواكشوط للسينما الفيلم القصير. وهذه الدار كذلك في ضوء غياب معاهد للتكوين في السينما وفي السمعيات البصرية استطاعت عن تخريج أفواج من الشباب يحنكون التعامل مع الصورة، لأن هذا المهرجان لا يقدم فقط أفلام السينمائية، وإنما كذلك هناك ورشات تكوين في الإخراج في المونتاج في السيناريو، وبالتالي هذا الدور الذي يقوم به هذا المهرجان هو دور مزدوج، وهو دور يملأ فراغ غياب التكوين في السينما وفي السمعيات البصرية، الذي يمثل من وجهة نظري أبرز تحدي للعمل السينمائي. فبدون وجود مؤسسات تكوين في التعليم التقني أو التعليم العالي لدراسة الفنون السمعيات البصرية بمختلفها أو دراسة السينما، فسيبقى هذا المجهود ناقصا، لأن لا بد من التكوين لكي نحصل على نتائج جيدة ولكي نستطيع أن ننافس، لأن لا يمكن أن ننطلق من الهواية والمحبة لكي ننافس، ينبغي أن تكون هناك معاهد، يكون هناك تكوين، يكون هناك اختصاص
ولكي نحصل على نتيجة متقدمة. وأعتقد هنا أنا أؤمن دائما وأكررها بذكاء الإنسان الموريتاني الذي رغم عدم وجود مدارس للفن السينما وعدم وجود مدارس للسمعيات البصرية إلا لدينا دائما مخرجين ولدينا مصورين ولم يدرسوا هذه الفنون وإنما اكتسبوها بالمهارة والشطارة. لكن هذا لا يكفي. إذا كان لدينا إذا كان هذا البلد أنتج مخرج كبير بحجم عبد الرحمن سيساكو فأعتقد أن سمعة البلد أصبحت مرتبطة بالسينما إلى حد ما وبهذه الفنون التي ينبغي أن تدرس وينبغي أن تكون ككل الاختصاصات. ككل الاختصاصات جيد. كيف تنظرون لآفاق العمل السينمائي الموريتاني مستقبلا؟ أعتقد أن آفاق العمل السينمائي المستقبلي في موريتانيا يرتبط بعنصرين أساسيين. هذين العنصرين الأول ذكرناه آنفا وهو يتعلق بالتكوين بضرورة وجود التكوين في هذا الاختصاص السمعيات البصرية والسينما. والشرط الثاني أو العنصر الثاني هو متعلق بوجود منتجين موريتانيين قادرين على لأن الإنتاج يتطلب أموال طائلة وينبغي أن تتوفر. إذن إذا استطعنا التكفل بهذان العنصران نستطيع أن ننطلق انطلاقة جيدة ونستطيع أن ندعم الرصيد الذي أنشأه سينمائيون موريتانيون كبار أعطوا للبلد شهرة سينمائية وأن ندعمها بالتمويل للإنتاج وبالتكوين كذلك في العمل السينمائي والسينمائي البصري. جيد. المهرجان من أين يحصل ربما أنتم كمدير لهذا المهرجان؟ هل تجدون دعما أو تمويلا لتحضير هذا المهرجان من جهة معينة أم أنه ربما فقط أموال مادية من المشاركين من المهتمين بهذا الشأن دار السينمائيين؟ هذا سؤال جد هام جدا لأنه هذا المهرجان هو بمثابة حلم ونحن الآن في حلمنا 11 وهذا الحلم كل ما كبر الحلم كل ما كبرت الاحتياجات المالية. نحن مثلا في هذه السنة استضفنا 3 مهرجانات كانت في ضيافتنا مهرجان سينما إفريقيا القادم من لوزان في سويسرا، كان في ضيافتنا مهرجان أفلام السعودية الذي كان ضيفا لدينا وكان بالإضافة إلى أعضاء لجان تحكيم ومشاركين من تونس من ليبيا من السنغال ويمكن لهذه البلدان. إذن هذا ما يجعل الحاجة إلى التمويل كبيرة جدا في حين أن الدعم الأساسي الذي كان يتلقاه هذا المهرجان كان يتلقاه باعتبار أنه مهرجان مدينة نواكشوط يتلقى دعما ماليا عن طريق المجموعة الحضرية من مجموعة إيل دو فرانس في فرنسا عن طريق التوأمة. مع الأسف منذ السنة الماضية وصل اليمين المتطرف إلى سدة الحكم في هذه البلدية وانقطعت التمويلات التي كانت تمثل الدعم الأكبر لهذا المهرجان. لكن رغم كل ذلك استطعنا رفع هذا التحدي وعن طريق شركائنا الوطنيين والأجنبيين الموجودين هنا بإنجاز رفع هذا التحدي وإنجاز هذه النسخة بهذا التميز. جيد. شكرا لكم دكتور أحمد مولود أوليدة مدير مهرجان نواكشوط للفيلم القصير. نرجو لكم وللسينما الموريتانية المزيد من النجاح بإذن الله والتألق. شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. في ختام هذه الحلقة من برنامج تحت الضوء أشكركم ونلتقي بإذن الله في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين إلى اللقاء.